اشياء اذا احنا ما احسن استغلالها فراح تكون لصالحنا، اما اذا احنا اهملنا وكنا بمسيره مع العموم فاحنا راح نكون زي العموم. الشخص اللي بده يتميز ليش بيتميز؟ بس لانه هو اراد مسخر الظروف. تمام، كل الحب لكم وتشرفت بمعرفتكم، واي شيء باي وقت رقمي موجود معكم، موجود مع استغلاله هون. نشكر على احتضان هاي الدورة الطيبة مع الناس الطيبين. أنا جاهز لأي سؤال بأي مكان وبأي وقت. كل الحب لكم جميعا، وبحبكم وكل التوفيق. شكرا لك أستاذ سيف، الله يعطيك ألف عافية. بتمنى الدورة هاي تكون فعلا أظهرت نتائج للطلاب، وإنه عملوا فيها شيء يبدأوا منه ويكون بداية الخيط لمستقبلهم بإذن الله تعالى. ان شاء الله طيبه ان شاء الله. واهلا وسهلا فيكم، نتمنى نشوفكم بدورات قادمه ان شاء الله، ونشوفكم بامال اخرى واحلام اخرى ان شاء الله، وفي طريقكم لتحقيقها باذن الله. نسمع كف لكم لذاتكم لروحكم الطيبه لنجاحكم ان شاء الله بالمستقبل. تفضلي.